أعلم أن كل حديقة منزلية تساهم مع الحدائق العامة والأشجار المزروعة في الشوارع في تلطيف جو المدينة وفي زيادة نسبة الأكسجين فيه. إن الجدران المغطاة بالنباتات المتسلقة تقل حرارتها 5 درجات عن الجدران العارية، وأن الأشجار العالية التي تحيط بالحديقة تنشر الظل وتصد الريحة وتمتص الغبار، وأن النخيل هو أفضل هذه الأشجار، وأن زراعة الأزهار ممكنة فيها، بل وبعض أنواع الخضروات. في مدينتنا التي تحيط بها الرمال ويشتد فيها الحر وترتفع فيها المباني، الحدائق المنزلية ضرورة وليست ترفا. إذا سمحت ظروفك المادية بإنشاء حديقة في منزلك فهي مكسب لك ولعائلتك وللمدينة أيضاً.